النهارده مصطفى في حلقه جديده من برنامجنا المعتاد بمسميات جديده، الكوره في ملعبك. ان شاء الله تكون حلقات مميزه. قبل ما ابتدي بس احب اعتذر لكم على الحلقات اللي فاتت اللي انا قلت لكم احللها ما حللتش حاجه. انا كنت بجدد القناه دي وبجدد قناه ثانيه هتلاقوها في الديسكربشن تحت، قناه الكوره في ملعبك برده في تحليل جديد وحاجات جديده هناك. خشوا اعملوا لها سبسكرايب لما اعملها تحت، ورب تكون حلقه تعجبكم. النهارده هنبتدي نرجع تاني برنامجنا بتحليل مباراه بروسيا دورتموند وريال مدريد. بروسيا دورتموند ابتدى في تشكيله 4-1-4-1، حارس المرمى بوركي قدامه اثنين جينتير وبابا ساتات، على يمينهم بيزيسك، على شمالهم شميلزر، قدامه هولد ميدفيلدر فيجي، قدام اربعه بوريرو في الشمال، ديمبيلي في اليمين، كستارو وجودزي تحت مهاجم وحيد اوباميانج. اما ريال مدريد ابتدى بخطة 4-3-3، نافاس في حراسة المرمى قدامه اثنين راموس وفاران، على يمينهم كارفاخال، على شمالهم دانيلو، توني كروس هولدر ميدفيلدر، على يمين لوكا مودريتش، على شمال جيمس رودريجيز، قدامهم ثلاثة، على الشمال رونالدو، على اليمين جارس بيل، تحت مهاجم وحيد كريم بنزيما. اللي ابتدى زيدان اللي هو يخلي ريال مدريد ينزل بضغط على الماتش، ينزل بضغط ممتاز على بروسيا دورتموند في نص ملعبه، لكن بعد ما سجل الهدف الأول رجع اخر 30 متر ليه وابتدى يقابل بروسيا دورتموند، وبالتالي بروسيا دورتموند ابتدى اللي هو يضغط عليه ضغط متكامل في كل الخطوط، خط دفاع خط هجوم خط نص، ابتدى ان هم يضغطوا عليه ضغط متكامل واللي هو ما يقدرش يعمل حاجه في المباراه، وبالتالي فضلوا ضاغطين لحد الدقيقه 43 لحد ما سجلوا هدف التعادل وتعادلوا قبل ما يخرجوا من الماتش. اما في الشوط الثاني لما ابتدى بروسيا دورتموند ابتدى برضك ريال مدريد ابتدى الضغط على بروسيا دورتموند، بروسيا دورتموند ابتدى يقابل ريال مدريد، ريال مدريد ابتدى هو يشكل كل خطورته على بروسيا دورتموند اللي هو يسجل الهدف الثاني. فضلوا يحاولوا لحد ما سجل الهدف الثاني ده فاران وسجله، كانت الهدف كويس من رفعه من رونالدو، بنزيما ضيع، فاران جاب. علامه استفهام في الماتش ده عند بنزيما، ليه بنزيما يفضل قاعد لحد دقيقه 88؟ هنرجع لها النقطه دي بس بعد ما اخلص الكلام. في 58 نزل اندري تشورلا بدل جودزي. جودزي ما اضافش كتير، ما عملش اضافه للفريق، لكن حب اللي هو يعمل جد هو وكاستارو اللي هم يرجعوا للخلف يساعدوا في جيل، والتشكيله تحول ل 4-3-3 لما كاستارو وجودزي يرجعوا يساعدوا في جيل في الادوار الدفاعيه ويخلوا قدامهم جوريرو وديمبيلي واوباميانج. وفضلوا دور لحد الدقيقه 70 بعد ما نزل كوفيزيتش بدل جيمس رودريجز. جيمس رودريجز طول الماتش ما عملش حاجه في الماتش، وبالتالي كانوا بلغه الكره بياكلوا على قفا عيش نص ملعب فريق بروسيا دورتموند. لكن بعد ما نزل كوفيزيتش كان بياخد الكره وبيقف عليها شويه واللي هو بيبص للملعب، وبالتالي عدى في كورتين وده رونالدو الركنيه واللي جاب فيها الجول فيرون. في الدقيقه 73 نزل بوليسيتش بدل ديمبيلي. ديمبيلي كان بيحرك فريق بروسيا دورتموند، كان بياخد الكره وبيبتدي اللي هو يحرك في نص الملعب وبيستلم الكره ويقدم قدام ويقطم ويشوط، وكان بيعمل حاجات كويسه في الماتش. لما خرجوا تحس الاداء بروسيا دورتموند قل شويه، بقى تشورلي هو اللي بيضغط، جودزي بقى خرج ما هو تشورلي، هو كان جوريرو قبل ما يخرج شويه كان هو بيعمل، كان بيضغط، كان بيستحوذ، كان في حاجات كتيره. لكن في الدقيقه 78 نزل اميري مور بدل جوريرو، ودي مش تكتيك ولا حاجه، هو المدرب خاف اللي جوريرو يتر. جوريرو كان كل هجمه مرتده يشد اللاعب يخبطه في رجله، كان بياخد وخد انذار، بالتالي لوكا مودريتش عدى منه بس ضربه وخد انذار، كان خايف هجمه مرتده ثانيه ياخد طرد ويستبعد من الماتش الجاي اللي هو العوده في سانتياغو برنابيو، ولكن طلعوا. وامري مور قدم شويه في اخر ربع ساعه او اخر ساعه في الماتش، قدم مباراه كوره. في الدقيقه 80 نزل موراتا بدل بنزيما. سؤال هنا، هو ليه موراتا يفضل قاعد لحد الدقيقه 88 مع ان بنزيما في الوقت ده كله ما عملش حاجه في الكوره، ما عملش حاجه نهائيا ولا اي حاجه، ولا حتى يعني الكوره كانت بتجيله، ولا كان يعني في الشوط الاول كان في الفراد في اول ساعه كل يعني لسه بخيره لسه ببدنيته كل حاجه، استلم الكوره داس على الارض لقيته بيتكف على وشه وقع في الارض. ليه
قول لي ليه اللي انت مقتنع بيه لحد الدقيقه 88؟ تنزل مرتب الدقيقه 88 يعمل لك ايه؟ هو يعمل لك ايه مرتب الدقيقه 88؟ مش يقدر ولا هو يسجل لك هدف ولا حتى يستحوذ لك على كوره في الدقيقه 88. ضغط كان عليك من بروس تورتون في نص ملعبك اللي انت مش عارف تعمل حاجه معاه اساسا. لكن اسكو برضك كوفيتش ينزل ليه بدل جيمس رودريجز؟ انت عايز تكسب الماتش صح؟ تكسب الماتش تسيبني لدونبر ليه تنزل كوفيتش؟ كوفيتش لاعب خط نص دفاعي، انت عايز تكسب الماتش وجيمس رودريجز مش عارف يأدي الدور الهجومي، نزل اسكو، ارمي اسكو يلعب لك الكوره في الارض ويستحوذ لك على الكوره ويديها البال للدار كريستيانو يرمي المراطه. لازم يبقى في فكر لزيدان. زيدان مش عارف يستغل اللعيبه، مش عارف مع صح اللي هو لاعب اسكو في مكانه مش لاعب جيمس رودريجز في مكانه. كوفيتش ما ينزلش، كوفيتش ما ينزلش، ومراطه يبتدي الماتش. مراطه بنزيما مش باين، بنزيما يمشي من ريال مدريد. انا من رايي بنزيما يمشي من ريال مدريد، ولا كان بيعمل حاجه في الماتش ده ولا كان بيعمل حاجه في الماتشات اللي فاتت. يعني دي برضك بيخلي ضعف في الهجوم، ضعف برضه في الهجوم. بيبقى رونالدو وبيل بيدي الكره كل شويه بنزيما، بنزيما ضيع، يدي الكره بنزيما، بنزيما ضيع. صعبه شويه اللي هو يعمل دون متكرر. لكن مراته لما كان بينزل في ماتش لاس بالماس قبل الماتش دون عمل مباراه ممتازه، وكان بيطلع براسه وكان بيستلم ويشوط. اما ابتدي الماتش بيدي ثقه للفريق وبيدي ثقه للجماهير ان هم يقدروا يحاولوا الماتش من تعادل لفوز، ودي التعادل الثالث على التوالي ريال مدريد. واحد يقول الغلط في ايه، الخطا في ايه، مش عارف. في غيابات يعني، واحد زي مارسيلو غايب عن الماتش ده وماتش لاس بالماس، مش فاكر ماتش فيريال كان غايب ولا لا. بيبي غايب برده في خط الدفاع. جيمس رودريجيز مش عارف يندمج، اسكو ما بينزلش، مراتا مش عارف ينزل، زيدان مقتنع بنزيما. في حاجات كتيره في ريال مدريد لازم تتغير في الماتشات الجايه. فماتش بروسيا دورتموند هينزل في ماتش سانتياغو برنابيو مش باك على حاجه، عايز يتصدر فيفتح كل خطوطه، ويكون رويس تقريبا يكون رجع ويفتح كل خطوطه اللي هو يكسبك. فانت مش هينفع تهاجمه بنزيما، بنزيما ما يهاجمش بيه، بنزيما ما يلعبش اصلا في ريال مدريد، بنزيما ما يلعبش في ريال مدريد. انا قلت لكم يا رب تكون الحلقه عجبتكم. بس حاول قدر الامكان ان انا هنزل الحلقه دي وقت قليل من الوقت، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت واشتراك القناه من تحت لو ما كنتش مشترك في القناه. ويا رب يكون حاجه عجبتكم. كان معاكم مصطفى.